ممكن تقولي بتسلي يومك ازاي؟ طبعا ببدأ شغل وفي نفس الوقت بذكر الله وكده وبسبح بصلي كده يعني، بذاكر يعني وانحد زيك ده وعلى الله. سواء الجو حر مش مساعد بصراحة، يعني على الفيس على الواتس محادثات، فيديو في رمضان ده مقطع الدنيا على طول اتفرج عليه. عادة في رمضان بيبقى الشق الديني هو اللي غالب، يعني القرآن، التراويح، الصلاة، الأذكار، الحاجات دي. طبعا الشغل بعد كده بيبقى الواحد بيروح ممكن صلاة، قرآن، تسبيح، فيش وقت أساسا يعني، وكفاية المحاضرات ويوم طول جدا. بنزل الجامعة برجع اقعد مع الشباب شويه، بعد كده بنام بقى شويه ساعتين مثلا بتاع. والله بفضل نايم طول اليوم، بعد كده بصحى بعد الفطار افطر وارجع انام تاني. بصلي الفجر بنام شويه، بصحى اصلي الظهر بنام شويه تاني، بصلي العصر وهكذا لحد اخر يوم ما اجي، وبعد كده بفطر وهكذا تاني يوم وهكذا بقى. شايف المسطره دي مش بتحلين 24 ساعه فاهم، فانا تاسكات الكليه مسيطره عليها 24 ساعه. قبل الفطار مهبط وعايز تنام، بعد الفطار تتقل وعايز تنام برضه. المهم انك تنام. والله بنقرا قران بنصلي، فده اللي بنعمله. كان ان احنا نتسلى، لا انت في رمضان هنتسلى ليه؟ فبنصلي بقى في المحاضرات، اسمع ريكورد مش عارف ايه، بقرا قران مثلا، بسبح، بصلي الفروض كده يعني.